فقط في البارج لقيت اجري من باتري ليها. كنت رايحين مع البابا قبل ما حطب، قامت اجتنا طلقة ضربتنا بجرة وتصوبت. ورحت لمن شوية حطب، ماشي طبيعة البلاد حلوة وديان وجبال وهيك، نزلنا وانا نحن مبعدين يعني ماشي تبغي قارب من شي ساعة. اجى طلق، سمعنا صوت ضربة رصاص، التفت هيك وانه الولد واقف بالارض عم يصيح يا ابو اجري يا ابو اجري. شلت الولد وما نعرف وين بيروح، فين وين انا بالضبط ما ابغى اعرف يعني هيك. عملنا له عملية بمعرض مصريين. بالليل قرر الطبيب انه يدخلنا على تركيا، دخلنا على تركيا. العصر طلع من العملية بعد 3 ساعات، بتفاجئوا انه الطفل بترت اجره. او اصعب لحظة صارت معي وقت الولد فاق بالبنج. يعني بتذكرها ما بتروح من بالي هاي، رفع هيك مثل الشرشف الدنيا بعد ما صحصح شوي، قال لي وين اجره؟ اخذوني على المشفى، عملوا له عملية وبالليل قاموا اخذوني على تركيا. بعد العصريات قاموا بطروا لي عملوا له عملية ثانية. فقط بالبرج لقيت اجري من باتري ليها. اول يوم راح الولد على المدرسه عكاكيز شوي شوي مشى عليهم، ثاني يوم راح، ثالث يوم ما ضل يروح. رحت معه ليش ماك رايح، ايش مشكلتك يعني هيك؟ طلعوا بالصف الاولاد ميزينه، الوضع ما تقبله. راح على الطابه يلعب معهم بالباحه، كمان نفس الموضوع، اجرك مقطوع ما من لعبك، ما بتعرف تركض. اثرت نفسيته هاي كثير كثير كثير. كنت بحب المدرسه كثير والطابه، وبعدين ما رحت على المدرسه، بطلت العجان بطلوا يلعبون معهم اصلا. جيت لألعب معهم طابي ما خلوني، قال اجري مقطوعه. الحمد لله تعرفت على شخص جدا جدا كان هو رياضي يعني متصوب، وحسب إصابة الطفل حركه كثير للولد، سجل بالماراثون السلام للرياضة. يعني الولد جدا تفاعل بهذا الموضوع، يعني هو بالسباق رمى العكاكيز وصار ينط على رجل وحده يومتها. هيدي الكف وين؟ ايوه هيدي الكف وين؟ برافو 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 برافو. أبطال 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 العالم بإذن الله، أبطال العالم. وين الكف وين الكف وين وين؟ الحمد لله عد أزمته هالموضوع هذا. I'm gonna make it through.